مراقب مشكوك في أمرك؟ حبيت أقولك أن وزارة النقل الإيطالية قررت وقف إرسال صور مخالفات تجاوز السرعة على الطريق لحماية الخصوصية. القرار صدر بعد تورط المخالفين في مشكلات عائلية وصلت للطلاق. كاميرات السرعة كانت تظهرهم في السيارة مع أشخاص لم يكن من المتوقع أنهم يكونون معهم. بالتأكيد الضربة جت هالمرة من حد مش متوقع. وفقاً لإحصاءات رسمية، فمعدلات الطلاق في إيطاليا زادت بسبب صور مخالفات السرعة بنسبة 3%. لكن هيئة النقل الإيطالية محتفظة بصور الكاميرات وممكن تطلعها لو حد اعترض على الغرامة. ها، نمشي سيدة ولا نتخالف؟